إيران تهدد مصر إذا ذهبت لتأمين السفن القادمة لقناة السويس. تصعيد خطير جدا وغير مسبوق من الدولة الإيرانية للدولة المصرية. قبل ما أقولك التهديد وصل مصر إزاي ومين اللي أعلنه وكيف سترد القاهرة، خليني أقولك أنه قبل التهديد ده خرج تصريح أخطر من وزير الخارجية الإيراني. دعا حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني مصر لفتح معبر رفح مكررا أكاذيب العدو الصهيوني وتنظيم الإخوان حول قيام مصر بغلق المعبر، للإيحاء كذبا أن مصر مشاركة في حصار القطاع وليس إسرائيل وحدها. كلام وزير تنظيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاي بالتزامن مع قيام الحوثي وكيل إيران في اليمن بضرب الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب على حد سواء. ما عادش نفرق بين سفينة عسكرية ولا مدنية، ناقلة نفط أو ناقلة معدات حربية، إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية أو أي جنسية تانية. الموضوع بقى مؤثر بشكل أكبر بكتير مما هو ظاهر في الإعلام. شركات كبرى قررت إنها تلغي العبور من البحر الأحمر وبالتالي قناة السويس، وهكذا فإن حلم الغرب في تعطيل قناة السويس قد اقترب من التحقق على إيد إيران، على إيد إيران وليس إسرائيل، زي ما إسرائيل فشلت في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وفشلت أمريكا في أفغانستان والعراق وباكستان والسودان. فجاءت إيران إلى هذه الدول وأكملت المهمة اللي فشلت فيها أمريكا وإسرائيل. الغرب لما صنع إسرائيل دي كانت توصية من شبكات المصالح الغربية التي تدير الغرب من خلف الستار من القرن 18. حاول نابليون تأسيس جمهورية لليهود في الشام أثناء حملته على الشرق الأوسط وفشل. في النص الأول من القرن 19 وبعد تجربة محمد علي باشا، بريطانيا شافت أن جمهورية لليهود موالية للغرب في الشام هتبقى مفيدة لقطع الطريق بين مصر وامتدادها التاريخي في الشام والأناضول. الغرب هنا عايز يعطل الشرق دايما ويصنع مشاكل ثم يتدخل لإدارة المشاكل دي مش أنه يحلها. أي دولة مستقرة في الشرق حتى لو موالية للغرب لازم تيجي فترة ويصنع فيها مشاكل. أي منطقة في الشرق هادية لازم يصنعوا ليها كيان زي إسرائيل ويعملوا بيه مشاكل. مصر فهمت ده في سنوات السادات وقررت إنها تضرب اللعبة دي وتحرج الغرب وأمريكا وإسرائيل بالذهاب إلى السلام. 1977 مبادرة السلام وكامب ديفيد، 1979 المعاهدة المصرية الإسرائيلية. أمريكا كانت مجبرة على الموافقة لأنها طلبت من القاهرة أن تنحاز إلى المعسكر الغربي وترك المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. الرئيس السادات كان على غير وفاق مع السوفيتي وشايف إنهم باعوا مصر في يونيو 67 وشغالين إرسال أسلحة ناقصة وغير ذات فاعلية. السادات تنبأ بسقوط الاتحاد السوفيتي وشاف إن الإبحار بمصر بعيداً عن الكتلة الشرقية هو نجاح لمصر من ويلات سقوط الاتحاد السوفيتي، وقد كان. شرط السادات الوحيد كان الأرض، سيناء ترجع كاملة وبعد كده حدود ما قبل 5 يونيو في غزة والضفة والجولان. الأمريكان كانوا عايزين مصر مش سوريا وفلسطين. ادوله سيناء غصب عن مناحم بيجين ومشيديان وأرييل شارون وإسحاق شمير، واعتمدت أمريكا وإسرائيل على غباء قيادات سوريا وفلسطين في رفض الذهاب إلى مؤتمر ميناء هاوس، وبكده المعاهدة المصرية الأمريكية حصلت بس الاسم إنها مصرية إسرائيلية. بس خد بالك من التفصيلة دي، تواريخ زي 77 و79 مش بتفكرك بحاجة في إيران. بالظبط 1977 بداية الثورة الشعبية في إيران، و1979 تسليم إيران إلى الخميني. في اللحظة اللي الغرب كان مجبر يحيد إسرائيل في وش مصر علشان مصر تساعده في الحرب الباردة ضد السوفييت، وفعلا لو لاحظت إنه من المرحلة اللي مصر انحازت للغرب بدأ الاتحاد السوفيتي يتهزم مرة ولا التانية في إفريقيا وصولا إلى أفغانستان. في الوقت ده كان الغرب بيصنع دولة وظيفية تانية تعمل المشاكل لدول المنطقة علشان يحافظ على مبدأ فرق تسد. ثورة 1977 بدأت على إيد الشيوعيين مش الإسلامويين، ولكن تخوفت أمريكا من ولاء هؤلاء الشيوعيين أيديولوجيا إلى الاتحاد السوفيتي، وهكذا تم تركيب الإسلامويين عليهم زي ما حصل في مصر 2011. كانت ثورة شباب وتم تركيب الإسلامويين عليهم. مفيش مشكلة يبقى ليهم خطاب ضد أمريكا يخدع شعوب الدول العربية، لكن عملياً قولي من 1979 لحد النهاردة
إيران أضرت أمريكا في إيه؟ كل ما هو يعتبره العرب انتصار إيراني هو في واقع الأمر هدف أمريكي بل وإسرائيلي، فشلت أمريكا وإسرائيل في تنفيذه. حتى حرب لبنان 2006 انتهت بقرار أممي إنه حزب الله يبعد عن الحدود ويسلمها للقوات الدولية، وده كان هدف إسرائيلي من بداية الحرب. جاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكمل مهمة الجمهورية اليهودية الموالية للغرب. في الأول افتعال المشاكل مع العراق وحرب 8 سنين أكلت الأخضر واليابس في الدولتين، رغم أن صدام حسين كان موقع اتفاقية شط العرب مع شاه إيران والبلدين سووا الخلافات اللي بينهم. في التسعينيات إيران كان ليها دور كبير جداً في تصدير الإرهاب الإسلاموي إلى روسيا وتحديداً الشيشان وداغستان، ولما الغرب أراد تفجير يوغوسلافيا كانت إيران حاضرة. مشاكل مع الخليج العربي وليبيا كانت إيران حاضرة. بس إيران من سنة 79 ومن الساعة الأولى لوصول الخميني إلى طهران بمساعدة وموافقة أمريكا وهي في عداء مباشر وغير مباشر مع مصر، لأنها في واقع الأمر بتكمل المهمة. في سنة 79 اتفاق سلام مع إسرائيل، يبقى في سنة 79 بدأت إيران في استكمال المهمة الصهيونية اللي حرب أكتوبر 73 أثبتت إن إسرائيل غير قادرة على إكمالها ولازم يبقى في دولة وظيفية بديلة تكمل. وانتصرت المدرسة اللي بتقول إن الإسلام السياسي قادر على لعب أدوار فشل فيها الاستعمار بالكارت المسيحي أيام الحروب الصليبية وبالكارت اليهودي لما صنعوا إسرائيل، وهي المدرسة اللي بتحكم علاقة الغرب بالمنطقة العربية والإسلامية لحد النهاردة، وما صناعة الإخوان وداعش والقاعدة وإسلام جيت الربيع العربي إلا محطات في المخطط نفسه. صعود الإسلامجية بقيادة عمر البشير لحكم الدولة السودانية، الفناء الخلفي للدولة المصرية أواخر الثمانينيات كان بترتيب إيران. إيران وفرت اللجوء والحماية لكل عنصر من الجماعة الإسلامية والإخوان من سنة 1979 لحد النهاردة. إيران كانت المقر الرئيسي للجماعات الإسلامية برا مصر طول فترة الثمانينيات والتسعينيات. مفيش عنصر شارك في اغتيال السادات ومحاولات اغتيال مبارك وهرب إلا وكان مأواه داخل إيران. حتى محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا اللي وقف خلفها نظام عمر البشير وبن لادن والظواهري كانوا في ضيافة البشير صحيح في الخرطوم، لكن كان بترتيب إيراني. خد بالك حدوتة إن دول سنة ودول شيعة انساها. وانت بتشوف التنسيق بين إيران من جهة والتنظيم الدولي للإخوان والقاعدة وطالبان وحماس من جهة تانية. في التسعينيات إيران صنعت التيار الحوثي داخل اليمن، والغرض في البداية كان استهداف السعودية انطلاقا من اليمن، بس كان لازم الأول يتم إسقاط الدولة والجيش في اليمن عبر 6 جولات من التمرد الحوثي لحد ما الحوثيين سيطروا على شمال اليمن. الهدف في البداية كان ابتزاز السعودية والخليج عموما لبنك أهداف منها قبولهم بالقواعد العسكرية الأمريكية بزعم الحماية وتغذية مصانع السلاح الأمريكية بالمليارات من شراء السلاح لمواجهة التهديد الحوثي، وأيضا استمرار تدفق النفط الخليجي وبأسعار منخفضة واستبدال ثمنه بسلاح أمريكي. وأصبح شمال اليمن في إيد الحوثيين زي جنوب لبنان في إيد حزب الله، نفس اللعبة. هكذا أصبحت إيران ليها دويلة في البحر الأحمر، ومش أي دويلة، دي نافذة بتطل على مضيق باب المندب ومنها لخليج عدن وبحر العرب وبحر عمان، مساحة مفتوحة في شمال المحيط الهندي ليها القدرة إنها تقلب موازين حركة التجارة العالمية حول العالم وعبر قناة السويس. رغم إن إيران ليها علاقات كويسة مع روسيا والصين ظاهريا، ولكنها دولة وظيفية بيحكمها تنظيم وظيفي، وبالتالي إيران علنا مع الشرق ولكن ليها اتصالات ومهام كبرى في حسابات الغرب. والفريقين أمريكا والغرب من جهة وروسيا وكوريا الشمالية والصين والشرق من جهة أخرى فاهمين ده كويس وبيتعاملوا مع إيران زي ما بيتعاملوا مع تركيا اللي هو حاول تاخد أكبر قدر ممكن من المكاسب عبر توظيف هذا البلد الوظيفي، والتوظيف بيبقى بالفلوس والتسليح. تخيل عصابة بس بتحكم بلد والبلد نفسها تتحول لعصابة، هو ده التنظيم الوظيفي والدولة الوظيفية. عشان كده إيران رغم العلاقات الجيدة مع الصين بس مفيش مشكلة تضرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتقدم لأمريكا خدمة جليلة في ضرب طريق الحرير الصيني وضرب قناة السويس المصرية. مصر
هي الجائزة الكبرى، الجملة الشهيرة. الجملة دي مش جملة الأمريكان أو الصهاينة، ولكن دي جملة الخميني، قائد ومؤسس تنظيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مش في مصلحة إيران إنه أي دولة عربية وأولهم مصر تبقى قوية، زيهم زي إسرائيل والغرب بالظبط. كل ما تنجح، كل ما لازم تاخد ضربة توقعك وتخليك تبدأ من أول السلم. لو ما كانش في طريق الحرير الصيني، فهناك أكبر إيراد لقناة السويس في تاريخها. هناك محور قناة السويس وقناة السويس الثانية. هناك أكبر تجمع للاستثمارات الأجنبية في الأسواق النامية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هناك خط سكك حديد طابة العريش، والعريش بورسعيد، والعلمين السخنة. هناك خط سكك حديد بيربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. هناك مد المياه إلى سيناء وتحويلها إلى منصة زراعية وصناعية كبرى، بعد ما كانت أمنية حياتنا ومفهومنا عن تنمية سيناء هو إنه نعمل لهم صرف صحي لائق بيهم وخلاص. هناك ميناء العريش ومطار العريش. فأنت من غير طريق الحرير الصيني وأنت غلطان في نظر إيران وإسرائيل وأمريكا. نصبوا لنا الفخ إننا نحمي مضيق باب المندب بنفسنا علشان يحولوها لحرب اليمن رقم 2، بس إحنا رفضنا. وزير الدفاع الإيراني قال تصريح واضح إنه لو تم عمل تحالف دولي بالبحر الأحمر سنعتبره هدفا مشروعا. والمقصود هنا القوة 153 البحرية الدولية اللي بتقودها مصر لحماية البحر الأحمر. والتصريح جه بعد إعلانه للستريت جورنال إن القوة دي بتستعد لتأمين باب المندب، والهدف هو استفزاز الدولة المصرية وإسقاطها وجرها إلى حرب استنزاف جنوب البحر الأحمر. لكن مصر كبيرة تبان ساكتة، بس صقور القاهرة واقفين بيتفرجوا على المشهد في صمت وهدوء وبرود. صقور بيتفرجوا على فراخ دايخة عمالة تحاول تعمل نمرة ومقلب حرامية على مصر. إنما على مين؟ إحنا مش سنة أولى سياسة ولا ولاد مبارح علشان الشويتين دول يدخلوا علينا. ولعبة استدراج الجيش المصري لليمن شغالة من 2015، يعني من 8 سنين فشلوا فيها سواء من إيران أو من دول تانية. أما تصريحات طهران بفتح المعبر فأنا هكتفي باللي قلته، إنه إيران بتردد نفس الخطاب الصهيوني ونفس الخطاب الإخواني علشان تعرف حاجة واحدة بس، إنه زي ما الإسلام السياسي السني والإسلام السياسي الشيعي وجهان لعملة بريطانية واحدة، فالإسلام السياسي واليهودية السياسية بين قوسين إسرائيل برضه وجهان لعملة واحدة. وبالتالي هي تصريحات لا معنى لها، ولن تأخذها القاهرة على محمل الجد، زيها زي تصريح إيران بأن أي تحالف دولي في البحر الأحمر سوف يواجه بكل قوة. دي تصريحات لجر رجل الزبون. وإيران قالت أكتر من كده يوم ما أمريكا صفت قاسم سليماني في العراق ومفيش حاجة حصلت. اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجة، إنما اللي بيقول خط أحمر وبعد كده مش بيتكلم إنما بيرد على الأرض، هو ده اللي حسب كلامه كويس. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأرض.